رح نروح للمساحة الطبية ليلى، وحنحكي عن تدلي بالأمراض القلبية. رح نحكي عن حالة تدلي الصمام التاجي. هي حالة شائعة جدا مثل ما وصفها دكتورنا، ولكن هي ما أنا خطيرة. يمكن اليوم كمان نسبة البنات بينصابوا فيها أكثر من الشباب. رح نحكي أكثر عن هاي الحالة. تماما يعني يا رشا، تدلي الصمام التاجي هو من أكثر أمراض القلب شيوعا. اليوم رح نتعرف على أسبابه وأعراضه وعوامل الخطورة، وأيضا هل هو مرض وراثي أم لا. لنحكي أكثر ويجيبنا دكتورنا اللي صار معنا بالاستوديو عن كل هي الأسئلة، الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالقلب والأمراض الداخلية. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ويسعد صباح كل الأخوة المشاهدين. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم حالة عم نحكي عنها، يعني دائما وقت نقول القلب يعني لحالة بين قوسين ممكن تسبب فوبيا عند الناس إنه أو مرض قلبي أو حالة قلبي، فأكيد صعبة. ولكن اليوم نحن عم نحكي عن حالة شائعة ولكن ليست خطيرة مثل ما وصفتها، إلا إذا وصلت لمراحل معينة. خلينا طبيا اليوم نعرف عليها، شو أسبابه خاصة عند الشباب؟ أول شيء، شو هو الصمام التاجي أو الميترال فالف، أو بيقولوا الصمام الميترالي؟ الصمام التاجي هو عبارة عن أوريقات من النسيج الضام تفصل الأذين اليسرى عن البطين الأيسر، وهي تسمح للدم بالمرور من الأذين اليسرى إلى البطين الأيسر لحتى البطين يضخوا عبر الصمام الثاني اللي هو الصمام الأبهري، ويروح الدم لكل أنحاء الجسم ليغذي الجسم بالأكسجين وبالدم. هلأ هذا الصمام، هالوريقات هدول شو وظيفتهم؟ وظيفتهم أنه هن وقت ينزل الدم من الأذين اليسرى إلى البطين الأيسر يسكر هالصمام ويمنع الدم لما يتقلص البطين من العودة إلى الأذين اليسرى. إذن هذا الصمام هو صمام مضبوط، ما بيسمح ولا نقطة دم بالعودة إلى الأذين اليسرى. نعم. هلأ هو شو هو تدلي الصمام التاجي أو انسدال الصمام التاجي؟ هو أنه لما يتقلص البطين هالأذين، إذا كانت حلقة الصمام بهالشكل والأذين اليسرى من فوق والبطين الأيسر من تحت، وقت يسكر الصمام لازم هالأذين هالوريقات الصمامية هي ما ترجع تدخل إلى داخل الأذينة، أو ما تنثني داخل الأذينة، أو تضل هالوريقات تحت مستوى حلقة الصمام. إذن هذا هو تدلي أو انسدال الصمام التاجي. إذن انسدال الصمام التاجي هو عدم رجوع وريقات الصمام أثناء انقباض البطين الأيسر إلى الأذينة اليسرى. إذن هي تحكم بشدة لحتى تمنع مرور الدم. هلأ إذا كان صار في انسدال أو صار في انثناء لهالوريقات هدول إلى داخل الأذين اليسرى، هذا ممكن ما يأثر على حياة المريض، وممكن أحياناً يساوي شوية تهريب بالصمام، بيساوي لنا في قصور بالصمام، بيصير قسم من الدم يرجع من البطين الأيسر للأذين اليسرى. وقصور الصمام هذا يأتي على درجات، ممكن يكون القصور خفيف ومهمل، وممكن يكون القصور متوسط الشدة، وممكن يكون القصور شديد. وهون المشكلة، لما يكون القصور شديد عادة هذا بيساوي لنا أعراض مستقبلية على العضلة القلبية اللي هي عم تضخ الدم لكل أنحاء الجسم. هلأ انسدال الصمام التاجي هو مرض شائع جدا، وبنشوفه كل يوم تقريبا بالعيادة، وكثير مرضى كل يوم بيجي يقولوا لي يا دكتور نحن رحنا لعند طبيب وقالنا أنه في عنا انسدال بالصمام التاجي. هلأ هي نسبته بين الناس بشكل عام يعني لا تزيد عن 4 إلى 5%، وماكسيموم يعني 8%. هلأ عنا ما في إحصائيات، بأمريكا نسبته شيء 2% تقريبا. هلأ من خلال الممارسة نحن عم نشوف كل هدول المرضى اللي عندهم انسدال بالصمام التاجي أو تدلي بالوريقات الصمامية التاجية، هدول 98% منهم ما له أي قيمة وما له أي تأثير وما له أي أعراض وما في له أي مشكلة، وهو انسدال خفيف جدا ومهمل ونحن ما بنفكر فيه. وهدول المرضى عادة يعني 70-80-90% ما بيشكوا من أي عرض، وهو يكشف صدفة أثناء فحص عابر للعضلة القلبية.
إذا هو يعني مرض سليم جدا، آمن جدا، ما له مشاكل، ما له أعراض، إلا عند القلة القليلة يلي ممكن نشوف عنده أعراض أحيانا. دكتور اللي بتظهر عند الأشخاص القلة القليلة اللي ذكرتها حضرتك؟ هلأ لما يكون في عنا انسدال مهم في الورقات التاجية، هالانسدال المهم هذا ممكن يساوي لي تهريب أو قصور في الصمام، إنه الصمام ما عم يقدر يمنع الدم تماماً من العودة، يعني عم يخلي دم يهرب من البطين الأيسر أثناء الانقباض للأذين اليسرى. هلأ الأعراض يعني تشاهد حسب شدة القصور. هلأ لما يكون القصور خفيف هذا ما بده شيء أبداً وما بيساوي شيء أبداً نهائياً. لما يكون الأعراض متوسط إلى شديد هون بيبلش يأثر على العضلة القلبية وبتبلش تتوسع الأذين اليسرى وممكن يتوسع البطين الأيسر، وفي مراحل متقدمة جدا ممكن يصاب الإنسان بقصور قلب. وأعراض قصور القلب عادة يشكو المريض منها إلى أعراض واضحة هي التعب واللهتة والزلة والوهن، وأحيانا ممكن تصل إلى مراحل متقدمة للزلة الارتجاعية، المريض ما عاد يقدر يتسطع على ظهره وينام، لما ينام على ظهره يحس كأنه جبل على صدره، كأن واحد عم يخنقه. هلا الناس اللي عندهم قصور خفيف هذول عادة ما بيشكوا من أعراض، لكن أحيانا ممكن نشوف عندهم درجة من الأعراض. شو هي الأعراض اللي بنشوفهم؟ ممكن أحيانا يشكوا من آلام صدرية ناخزة، آلام غير وصفية، ممكن يشكوا من شوية تعب أحيانا أو زلة جهدية على الجهد الشديد، أحيانا ممكن يشكوا وهذا عرض شائع جدا من اضطرابات نظم، بيصير عندهم خفقان، بيصير عندهم نوب من تسرع القلب الاشتدادي فوق البطيني، أحيانا بيصير عندهم خربطة بضربات القلب، أشياء خربطة بنشوفها نحن بنسميها يلي هي الرجفان الأذيني. وهون نحن بقى لازم نتدخل لحتى نمنع حدوث الأعراض ونعالج الأعراض. والمعالجة تتعلق بالأعراض اللي نحن بنشوفها عند المريض. طيب طالما ذكرت حكيم المعالجة، خلينا نروح للإجراءات الطبية اللي حضرتك بتشتغل عليها، وكل حالة حسب مستواها. حضرتك قلت هو آمن، ولكن كمان ذكرت إذا ما تم معالجته ومد أكثر يعني بمستوى الخطورة ممكن نروح لمشاكل أخرى وصعبة علاجية. هلا أول شيء قبل ما نحكي على العلاج نشوف شو سبب يعني انسدال الصمام التاجي. نحن انسدال الصمام التاجي بنشوفه عند تيب معين من المرضى، يعني غالبا ما بيكونوا نحاف، لهم شكل صدر معين مثل صدر الحمامة، ممكن يكون عندهم أمراض معينة، أمراض وراثية على سبيل المثال. في مرض نحن بنشوفه اسمه متلازمة مارفان، ممكن نشوفه أحيانا يعني عن الناس النحاف أكثر، ممكن نشاهده عند السيدات أكثر. الوراثة أحياناً بتلعب دور، وممكن نشوفه بسبب أمراض معينة بعد الـ يعني مو من الولادة، بنشوفه في الحياة. هلأ بنشوفه بالحياة بأسباب، ممكن يكون انقطاع الحبال الوترية اللي هي بتثبت الوريقات الصمامية، وهدول الامتى بينقطعوا عادة؟ ممكن بسبب احتشاء عضلي قلبية أو أزمة قلبية حادة، أو بسبب التهاب شغاف، أو بسبب أمراض معينة مكتسبة في الحياة. هلا نحن ممكن نشوف هدول الناس العرضيين. هلا لما يكون الانسدال شديد وفي عندنا تهريب مهم بالصمام، وعاده هن هدول المرضى عددهم قليل كثير، وهن لا يتجاوزوا الخمسة الى 10% بالكثير بالكثير، يعني هن يعني يمكن يكونوا يعني بشكل دقيق اقل من 5% او 3 الى 4 او 2 الى 3 الى 4%. 10% كثير دكتور نسبيا، يعني يمكن اقل بكثير، ما في 10% اقل. انا بحكي لك عن الممارسه اللي انا عم شوفها من خلال يعني ممارستي المتواضعه لمهنه الطب، انه 95 ل 98% من الناس اللي عم يجونا على العيادات وعم يشكوا من انسدال هو انسدال ليس له قيمه وما له اي تاثير وما فيها التهريب المهم بالصمام. وحتى لو كان في قصور بالصمام 1 على 4 ل 1.5 ل 2 على 4، هدول ما بيشكوا من شيء، وحتى ما بدهم هالمراقبة المهمة. ممكن نحن نراقبهم بفترات متباعدة جدا، كل 3 أو 4 أو 5 سنوات، في حين أنه انسدال الصمام الشديد هذا اللي بيساوي قصور متوسط لشديد، دول ممكن نحتاج لمراقبتهم كل 3 ل 6 شهور، أحيانا ممكن كل سنة لازم نشوفهم لحتى نقيم وضع العضلة القلبية ونحن ندخل بالوقت المناسب. هلا هدول كيف نحن لازم ندبرهم؟ هدول المرضى نحن عادة لازم نعالج السبب.
هلا الناس اللي عم يشكوا من الم صدري ناخذ، هذول بكفي انه نعطيهم مسكنات خفيفه. الناس اللي عندهم اضطرابات نظم قلبيه وعندهم خفقان وتسرعات بالقلب، هدول بيستجيبوا بشكل رائع جدا على نمط معين من الادويه اللي هي حاصرات بيتا، ممكن البروبرانولول او البيزوبرولول او اي حاصل بيتا اخر. فهدول اول شيء بيضبطوا لهم سرعه القلب، بخفف لنا الخفقان وطرقه القلب، وممكن حتى يحمينا المريض من الرجفان الاذيني. تمام. لكن لما يكون قصور الصمام التاجي شديد وهذا عم يأثر على المريض، هون نحن لازم نراقب البطين الأيسر وحجم البطين الأيسر وأقطاره، ولازم نحن نتداخل في الوقت المناسب. والتداخل عادة عند هدول المرضى يلي هن قليلين جدا 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 جدا، لحتى يعني الأخوة المشاهدين ما يتوتروا لما يسمعوا أنه انسدال الصمام التاجي شغلة كبيرة، هدول نسبتهم أقل من 1-2%. هدول لما يصور عندهم يعني بلش بده يصير عندهم قصور قلب، هدول يجب التداخل عليهم جراحيا قولا واحدا، ما في حل ثاني غير الجراحه. والتداخل الجراحي احد امرين، يا اما اصلاح الصمام اذا كان الصمام قابل للاصلاح الجراحي، وهذا بده يعني جراحين خبيرين وبده ايدي خبيره. ليش؟ لحتى نحن اذا قدرنا نحافظ على الصمام ما بنحتاج لمميعات شديده يعني كتبديل الصمام. اما لما نحس انه هذا الصمام غير قادر للاصلاح والجراح هو صاحب القرار بهالموضوع، وقتها نحن لازم نلجا لتبديل الصمام، نبدله بصمام معدني. اذا كان سيده ممكن نبدلها نبدل الصمام بصمام مناسب، خاصه اذا كان هي بدها قدامها مشروع زواج ومشروع حمل، فنحن ممكن نبدلها بانواع معينه من الصمامات لحتى تكون قادره على الحمل والانجاب. اما لما نبدله بصمام معدني وقتها نحن بدنا ان نعطي المميعات وخاصه الوارفارين اكيد كل العمر. هلا بقيه الاعراض يلي ناتجه عن قصور القلب يلي سوالنا اياها الصمام، وقتها نحن بدنا ندخل الادويه حسب حاجه المريض وحسب كل عضلة قلبية، يعني حسب وضع العضلة القلبية ممكن نعطي المدرات، ممكن نعطي الديجوكسين، ممكن نعطي الأدوية الثانية اللي بتريح العضلة القلبية وبتوسع الأوعية لحتى تخفف الحمل عن العضلة القلبية. تمام. دكتور، باعتبارك ذكرت الجراحة وتبديل الصمام أو زراعة الصمام، خلينا نحكي ونميز الفرق بين الصمامات القديمة والصمامات الحديثة، شو الفرق بيناتهم؟ وهل تبديل الصمام له عوامل خطورة على المريض لبعدين؟ أبداً، نحن لما نقرر استبدال الصمام خلص هو وقتها صار في استبدال الصمام، لانه اذا نحن ما بدلنا البطين الايسر راح يتضخم اكثر، راح يتوسع اكثر، راح المريض يصير عنده اعراض يعني اكثر بكثير، ووقتها ممكن تصير خطوره الحياه عليه يعني اكثر، بتتضاعف نسبه الوفيات بشكل كبير بعد دخول المريض بقصور قلب. هلا لا فرق بين الصمامات القديمه والحديثه. هلا اذا بدنا نحكي عن انواع الصمامات هذيك، هذا موضوع ثاني. نحن بنختار عاده الصمام حسب كل مريض. مثلا في عندنا صمامات معدنيه، وهي نحن اللي بنحطها عاده للذكور او للسيدات يلي هن مثلا انهوا سن الانجاب، وهدول لازم يستعملوا الوارفارين بشكل دائم لحتى ما يصير خثار على هالصمام. اما في عندنا صمامات حيويه، هي الصمامات الحيويه لا تحتاج للوارفارين، وهدول ممكن نحن يعني نركبهم للسيدات يلي هن على سبيل المثال قدامهم مشروع زواج، ما بدهم مميعات. دائما لما نحن يكون عندنا سيده مركبه صمام معدني، الحمل بيكون اصعب كثير وبده مراقبه، واعطاء الوارفارين اثناء الحمل له مشاكله احيانا. طبعا لا شك انه ممكن اعطائه، لكن مو كل فتره الحمل، الثلاث اشهر الاولى من الحمل نحن بدنا نوقفه، والثلاث اشهر الاخيره من الحمل ممكن نوقفه، ممكن نحن نضطر لقيصريه اسعافيه، وقتها نحن بدنا نوقف الوارفارين ونضطر نلجا لادويه يعني كثير نوعيه. نحن دائما السيدات اللي عندهم صمامات معدنيه هدول بالحمل ممكن يكون في عليهم خطوره اكثر وبيعذبونا اكثر اثناء الولاده واثناء الحمل ومراقبتهم ومتابعتهم خلال الحمل. في حين انه الصمامات الحيويه هذيك لا ما بتعذبنا ابدا، ويعني يكون يعني هي انسب للسيدات الحوامل. طيب دكتور، كنا عم نحكي قبل ما نبعت الهواء مثل ما بنقول اثار سلبيه، وممكن استغربنا انه اليوم في اثر نفسي على المريض ممكن يصيبه بسبب هي الحاله. قلنا بدايه انه هو خلقي، ممكن يكون بالوراثي. خلينا نحكي عن الاعراض الاثار اللي ممكن نشوف، قلت لي بتلاقي انه عندهم وضع خاص بحياتهم. هو يعني انسدال الصمام التاجي نحن بنشوفه عاده عن ناس
لهم تيب معين. شو هذا ممكن يكونوا عصبيين أكثر، مزاجيين أكثر، لهم تربة يعني معينة، ممكن يعني يشكو على سبيل المثال من تشنج كولون، يمكن يشكو من آلام صدرية غير وصفية، وهن ما عندهم أي شيء نهائيا، يعني ما عندهم مرض عضوي. ممكن توصل عندهم أحيانا الحالة النفسية لحالات معينة من الهلع، تصوري. فهو يعني في ناس يعني مجرد ما عرف انه هو عنده انسدال صمام تاجي صار عنده نوع من القلق، نوع من التوتر، انا عندي مرض قلب، انا عندي مشكله. هو صار هو مصطلح لحاله دكتور كيف يعني امراض القلب، يعني بنقولها ناس صغيره بتخاف يعني بغض النظر قبل ما تعرف شو الحاله اصلا. تماما تماما. ولذلك انا الرساله اللي بدي اقولها لكل الاخوه المشاهدين، مرض انسدال الصمام التاجي الخفيف والمتوسط لا ليس له أي قيمة وليس له أعراض ولا يحتاج إلى أي علاج ولا يحتاج لأي أدوية، وهو ما له أي تأثير لحتى يطمنوا ويقيموا هذا الموضوع من بالهم نهائيا. تدخل خلينا نقول الأدوية النفسية بالعلاج إذا اضطر أنه اليوم الطبيب ممكن يلجأ للأدوية النفسية؟ أحيانا ممكن نضطر لمعالجة هذول المرضى بأدوية نفسية لحتى نهدي لهم أعصابهم، نخفف لهم، نريح نفسيتهم، لأنه أحيانا يكونوا مضطربين وقلقين بشكل مو طبيعي. لكن أنا بريد أطمنهم أنه ينسوا هذا الموضوع. وهدول قديش نسبتهم اللي عندهم انسدال دسام تاجي خفيف؟ هدول نسبتهم 95%. بتصوري أنا الأعراض اللي حكيتها عند قلة قليلة جدا جدا جدا. دكتور كيف بيتم اكتشافه؟ حضرتك عم تذكر أنه بالحالات الخفيفة ما له أي أعراض، كيف المريض بيعرف حاله أنه هو عنده هي الحالة؟ انسدال الصمام التاجي يكشف صدفة عند فحص المريض بشكل عابر أو بشكل دوري. يعني كثير مرضى على سبيل المثال بيشكي من ألم صدري ناخذ أو بيشكي من مشكلة، بيجي لعند طبيب القلبية بيعمل له إيكو قلبي، يشوف بيكتشفوا صدفة. فشوف في صدفة. هلأ لا شك أنه الناس اللي عندهم أعراض هدوليك وقت يعملوا إيكو قلب بيبين عندهم الانسدال واضح، وبيبين عندهم درجة قصور الصمام وكيف انه اثر على العضله القلبيه ولا لا. الوسيله الوحيده لكشف انسدال الصمام التاجي هو الايكو، هو تصوير القلب بالامواج فوق الصوتيه، ومعظم المرضى يكشفوا صدفه. معظم الامراض يا دكتور عم تكتشف صدفه يعني، وهذا الشيء بسبب انه نحن ما عندنا هي الثقافه انه نحن كل ست شهور نروح نعمل تشيكة كاملة على صحتنا على حالة القلب. دكتور هيك بنصائح أخيرة اليوم، خلينا نقول دائما الكشف الدوري هو أول مثل ما بيقولوا خطوات النجاح بالخطة العلاجية. قد ايه اليوم مهم نحن نروح كل فترة، وشو أهم هيك النصائح اللي حابب تقولها بصباحنا لليوم؟ أنا بريد ميز بين مرضين يكشفوا صدفة. في مرض سليم جدا 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 مثل الصمام التاجي وانسدال الصمام التاجي، عفوا انسدال الصمام التاجي تحديدا حتى ما نعمم، وفي امراض تكشف صدفه لكن لها قيمه كبيره وخطره. صحيح. وهي بدها متابعه اكيد ولها تدبير معين، واكتشافها صدفه يعني حتم علينا انه نتابعها بشكل جدي. هي وحده. شغله ثانيه، انا برايي كل مريض بيشكي من عند اي عرض يسال الطبيب عنه. احيانا يعني سؤاله للطبيب ممكن يوجهه كيف ممكن نحن نشخصه لحتى اذا في شيء مهم ننتبه له او لا. شغله ثالثه انا بريد اقولها، كل المرضى اللي عندهم انسدال صمام تاجي وفي عندهم قصور، هدول المرضى لازم ننبههم نحن، لانه لما يراجعوا اطباء اسنان، لما يساووا عمليات كبيره، هالصمام اللي فيه قصور متوسط الى شديد، هدول لازم نحميهم من شغله مهمه جدا هي التهاب الشغاف الخمجي. ولذلك هدول المرضى نحن بنوصيهم انه لما يروحوا لعند طبيب الاسنان ويكون في مداخله عنيفه مثلا على السن على سبيل المثال قلع سن، هدول لازم يتغطوا بالصادات بشكل كافي لنحميهم من التهاب الشغاف. هي شغلة كتير مهمة. أما لما تكون الأعراض تطورت وقتها نحن الطبيب هو اللي قادر على تحديد درجة الانسدال والمعالجة. هلأ وقاية، ما في شيء اسمه وقاية من يعني انسدال الصمام التاجي، لأنه هو معظمه يعني يأتي عن طريق يعني بنشوفه نحن بفحص عابر أو بسبب الوراثة أو بسبب يعني موجود من الولادة، والشيء المكتسب نحن معالجة السبب أكيد. تمام. فأنا بس الرسالة اللي بحب أقولها لمعظم الناس اللي عندهم انسدال صمام تاجي
أن أموركم بخير، لا تتوتروا، ما في خوف أبدا منه، وهو مرض سليم جدا ما عدا القلة القليلة اللي بيصير عندهم أعراض، هدول لازم تدبيرهم. أكيد بدنا نتشكرك دكتور، نتشكرك على المعلومات اللي قدمتها، وأكيد نتمنى السلامة للجميع. يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا كثير لكم ولكل الأخوة المشاهدين، ونحن دائما بنتمنى الصحة والسلامة والعافية لكل المشاهدين ولكل أهلنا. شكرا حكيم لحضورك اليوم، مثل ما قلت نحن بحاجة كل فترة نروح نعمل تشيك هيك على صحتنا وعلى أجسامنا. حتى اليوم في منصات صارت على السوشيال ميديا بتقدروا بكل بساطة تحكوا الطبيب المختص من خلال المنصة، وأكيد عم يردوا على كل الاستفسارات اللي عم تيجيهم. شكرا حكيم.